أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين، ودائما نبين له حكم الاستهزاء أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين، وبينا له حكم الاستهزاء أكثر من مرة، ولكنه لم ينزجر عن هذا الفعل، ماذا أفعل معه مع أنني أسكن معه في بيت واحد؟ أول شيء لا تسكن معه، لا تسكن معه، إما أن تخرج أنت إن كان البيت له هو، أو أنك تخرجه إن كان البيت لك، ولا تخليه يسكن معه. هذه واحدة. الثانية أنك تبلغ عنه، تبلغ عنه من يقيم عليه الحجة، تبلغ عنه المحكمة، تبلغ عنه الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولون هم الرفع عنه لولاة الأمور، ما تسكت عنه. نعم، أول شيء أنك تفارقه ولا تجالسه ولا تسكن معه. ثانيا أنك تبلغ عنه أهل الشان الذين يحاكمونه عند القاضي أو يقيمون عليه الدعوة. نعم.